ده هيسجل اي حاجه تعمليها. اعملي بقى اي سيمفونيه بتاعتك، وريني اي حاجه. جميل، ده متسجل عشان تبقي عارفه. طب كملي انت كده، كملي. بتسرق مني اللحن بتاعي، بتسرق مني اللحن. حضرتك سجلتي، اعملي ستوب وبعدين بلاي اللي هي ايوه. جميل، نسمع بقى السيمفونيه اللي اتسرقت. هي المسروقه، هي هي اللي اتسرقت صح. الموسيقى دي في مدارس كتير ما فيهاش حكايه الموسيقى، ادوات ولا اوضه اصلا. وقعدتي حضرتك سجلتي ده، فحسيتي ايه بعد ما سجلتي؟ لا حسيت ان انا هتعلم يعني، والله لو في مدارس. انت على الات موسيقيه قبل كده؟ لا العيب خالص والله. لا في المدرسه، بتكلم في المدرسه. لا في المدرسه عمري صح، اول مره. اول مره كان على السمارت بورد. ايه؟ كان على السمارت بورد. اول مره. ودي حاجه اتبسط. جدا. يبقى في كل فصل يبقى موجودة. عشان دي بصراحة حاجة مهمة، طلعها أكتر من حاجات كتير، عشان ممكن مثلا في التجارب ما فيش مثلا في المعمل الحاجات اللي عايزة أعملها أعملها على دي. كل المواد تاخديها هنا مثلا؟ يا ريت والله. تبقى حلوة، هتحبي المدرسة بعد كده؟ أنا أصلا بحبها، بس نفسي اللي جواها يبقى حاجة كويسة. يعني كده هتحبي تيجي المدرسة؟ أنا هحب على طول. هتحبي تيجي على طول المدرسة؟ ويحب يومي. مش هتبقي بتذاكري أصلا؟ لا لا، ده أنا هبقى أذاكر بالنكتة.